أحسن الله إليكم. تسأل بالنسبة إلى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي، وإلا فكل صلاة تصلى في وقتها. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز الجمع إلا في حالة الأعذار الشرعية، وهي السفر، إن جاز له القصر جاز له الجمع. وفي حالة المرض، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، يجمع بين الصلاتين تخفيفا عليه. وفي حالة المطر، إذا كان هناك مطر ينزل يبل الثياب، فيجمع بين المغرب والعشاء تخفيفا على الناس. أو كان بعد المطر وحل في الأرض ومياه وطين يتأذون بالمشي فيه، فيجمعون بين المغرب والعشاء من أجل ذلك. نعم.